في الفيديو ده هنتعرف على أنواع الكتب ذات المحتوى القليل أو بدون محتوى، وبعد كده هنشوف إزاي ممكن ننشئ المحتوى والغلاف في أقل من ربع ساعة. لو حابب تتعلم هذا المجال، حابب تاخد الموضوع ده كبزنس ليك، الكتب ذات المحتوى القليل، تعال معايا نشوف خطوة بخطوة ما هي الأنواع وكيفية إنشاء هذا المحتوى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا زي ما انتم شايفين، هذه هي انواع الكتب اللي بيطلق عليها ذات محتوى قليل او بدون محتوى، مقسمة زي ما انتم شايفين الى انواع. فعندنا مثلا الجورنالز، هنا في منها prayer journal، writing journal، dream journal، في الفيتنس والدايت، في هنا الميوزك، النوت بوكس، الريسيبي، السكتش بوكس، وفي كمان البلانرز، بيكون منها بقى الديلي والويكلي، المونثلي كمان حتى مش مكتوبة هنا. فهناك أنواع كثيرة من ما يسمى كتب ذات محتوى قليل. طيب، خدنا فكرة، عرفنا إن المقصود بالكتب ذات المحتوى القليل يعني مثلا كتاب زي النوت بوك، الكراسة اللي كنا واحنا صغيرين بنجيبها عشان نكتب فيها الواجب مثلا، ده نوع من أنواع الكتب ذات المحتوى القليل أو بدون محتوى. وبشكل عملي لو رحنا على amazon.com وبعد كده باجي هنا بختار كلمة كتب بوكس، هنا بقى أنا مثلا قلت أختار لكم النوع ده اللي هو الجورنالز، أخد البراير جورنال وأبص عليه. فلما كتبت له كده طلع لي هنا أنواع كتير، بيقول لي عندك في هذا الموضوع اللي هو ديلي براير جورنال عندك أكتر من 20,000 كتاب، والنتائج اهي بتوضح ان العائد بتاع هذه الكتب فوق 110,000، والمنافسة شديدة جدا طالما اللون احمر. اما الكلمة بيقول انها مش مشهورة بالدرجة ومش كتير بالدرجة بيبحثوا عن هذه الكلمة. ولو جينا على كتاب منهم وليكن هذا الكتاب اللي هو My Prayer Journal، وضغطت على كيدي سباي اشوف الكتاب ده بيعمل كام مثلا في الشهر، طبعا ده بيست سيلر، يعني ده مش مقياس، ده من الكتب اللي الكتب اللي بتعمل مبيعات هي قوية جدا يوميا، الكتاب ده بيعمل 16,000 في الشهر. يبقى دي الفكرة، فهمنا الموضوع بيمشي ازاي، عرفنا ايه هي الانواع للكتب اللي بيطلق عليها LCB او NCB. دلوقتي لو انا حابب اعمل شيء مشابه، طبعا انا لا انقل ولكن اخد الفكرة واطورها. طب ليه ما اعملش حاجة يكون لها علاقة مثلا بالاسلام؟ يعني ده البرير جورنال ده زي ما شايفين هنا كريستيان بايبل كوتيشنز، يعني ده له علاقة بالدين المسيحي، انا بقى كواحد مسلم انا ممكن اعمل حاجة كده تكون للمسلمين. يمكن ما فيش حد بيدور على برير جورنال للمسلمين، لكن انا ممكن اعمله، ابدأ اكلم المراكز الاسلامية بما اني عايش في امريكا، وابدأ يا اما اسوق له او حتى ادوه لهم كنوع من الهدايا لأطفال اللي بيدرسوا في الساندي سكول يوم الحد، بيروحوا يتعلموا اللغة العربية ويتعلموا القرآن ويتعلموا الصلاة إلى آخره. فأنا لو جيت هنا وزودت على ديلي براير جورنال واكتب له فور مسلمز، هيظهر هنا عندي بعض النتائج زي ما انتم شايفين. النتائج دي اللي هو زي الكتاب ده وده والكتاب ده وده، كل دي اهو ديلي براير جورنال فور مسلمز. لو نزلنا تحت كمان في الكتاب ده مجموعة كتب ده وده، يعني كل هذه الكتب دي الكتب وده كمان، هذه الكتب أنا حيا بدأت أنشرها أنا وبعض طلابي من طلاب اللي بيدرسوا معايا في الكورس، كورس الكتب ذات المحتوى القليل. وحقيقة أنا النهاردة حابب أفرجكم كيفية إنشاء كتاب بنفس العنوان اللي هو Daily Prayer Journal for Muslims. إذن هذه هي الفكرة، Daily Prayer Journal، Muslim Prayer Journal. الكتاب ده مطلوب تقريبا منه حاليا تقريبا 200 نسخة أو حاجة لمركزين إسلاميين اللي تم التعاقد عليهم الأسبوع اللي فات للأطفال اللي بيدرسوا في الساندي سكول. خدكم بقى خطوة بخطوة ازاي نعمل ده. هنيجي هنا طبعا هنفتح الأكاونت بتاعنا على kdp.amazon.com، بختار طبعا البوك شيلف وبعد كده بختار بيبر باك، هيطلع لي على طول هذه الصفحة اللي دائما تتكون من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هكتب له العنوان اللي هو ده Daily Prayer Journal for Muslims، بعد كده بكتب سبتايتل، طبعا الحاجات دي كلها أنا اللي مألفها مش نقلها من حد، لأن مفيش حد أصلا على أمازون كتب أبدا Journal لل Prayer for Muslims أبدا. فهذه فكرتي وأنا بحاول أعمل حاجة يعني للناس، لعل وعسى الناس تعرف إن هذا
كتاب موجود ويبدأوا يشتروه. بعد كده بنزل تحت شوية بكتب أي اسم لمؤلف، وليكن هنا Muslim Prayer Journal. ممكن على فكرة تكتب حاجة زي دي، مش لازم اسم بني آدم يعني. بعد كده باجي هنا بكتب الديسكريبشن بتاعي، وما ننساش لما باجي اكتب الديسكريبشن باجي على كيندل ديسكريبشن اللي انتوا شايفينه هنا، والحاجه بتاعتي بكتبها هنا. وبعد كده ببدا اشوف الفونت السايز ايه، عايزه ايتاليك، عايزه اندرلايند، عايزه بولد الى اخره. فده اللي بيسهل الامور، وانا ليا شروحات لهذا الموضوع في فيديوهات سابقه. بعد كده بيكون عندي هنا الكي ووردز، وده اللي احنا بنسميه الباك اند، ودي من الحاجات اللي بيتعمل لها اندكسنج. يعني امازون الحاجات دي بيتعمل لها اندكسنج، بمعنى فهرسه، او بمعنى خلونا نبسطها، لو اي حد جاء على امازون وكتب اي حاجه من هذه الاشياء يطلع له الكتاب اللي احنا بنعمله دلوقتي. لكن هذا الجزء، جزء الوصف الديسكريبشن، ما بيتعملوش اندكسنج من امازون، بيتعمل له من جوجل. باجي هنا طبعا بختار I own the copyright and hold necessary publishing rights. هنا للشباب لو انتوا حابين تجربوا تعملوا كتاب ذو محتوى قليل، ادي الباك اند كيوردز بتاعتي، انا اعطيها لكم بصدر رحب، مفيش اي مشكلة ان انتم تاخدوها، وانا اكون سعيد لو انتم فعلا عملتم حاجة زي البراير جورنال فور مسلمز. اما بالنسبة لهذه الكيوردز اللي احنا بنسميها الباك اند كيوردز، لو انتم حابين تعملوا كتاب تجربوا وتاخدوا هذه الكلمات المفتاحية، انا ما عنديش اي مشكلة، انا بقول لكم خدوها واهلا وسهلا بكم. بعد كده في الكاتيجوريز ممكن تختار كده نون فيكشن، ريليجن، اسلام، الاسلام وجنرال. ممكن تختار حاجة مثلا برضو زي هنا education، ودي طبعا الكاتيجوريز اللي بيسموها بايساك، ودي المتعارف عليها دوليا، غير الكاتيجوريز بقى بتاعت امازون ذاتها. وايضا انا شارح الكلام ده بالتفصيل في الكورس. طبعا هنا بتيجي بتقول له get a free key DPISBN وبتختار، وهو بيعمل لك ده مجانا، ودي خدمة امازون بتقدمها مجانا. بتيجي هنا بتختار black and white، الحجم او الترم سايز بتاع الكتاب. غالبا الكتب اللي من عادي انا بخليها 8x10 عشان ما تبقاش كبيرة قوي. باجي هنا بختار بليد، وهنا بختار مات او جلوسي، مش فارقة كتير يعني، ده اللي هو الملمس بتاع الكتاب. لو انت عايزه جلوسي ماشي، عايزه مات ماشي، مفيش مشكلة. بعد كده بتيجي هنا وبترفع المحتوى، محتوى الكتاب اللي انت بتكون خلاص عملته على كانفا. هو ده المحتوى اللي انا عامله من 100 صفحة زي ما انتوا شايفين. الرسمة دي انا جايبها من Unsplash، الستيكر ده انا اخده من الويب سايت اللي انا مشترك فيه، ويب سايت اسمه templates.tangent. بعد كده وانا اللي كاتب الكلام ده this prayer journal belongs to، وانا اللي عملت هذا الشكل. لو حابين تاخدوا حاجة زي كده تقلدوا الافكار، ما عنديش اي مشكلة، حتى لو نقلتوا نفس الكلام هذه هدية مني ليكم، ما عنديش اي مشكلة ان انتوا تنقلوا نفس الكلام ده وتجربوا بنفس الطريقة وتعملوا المحتوى محتوى مشابه. انا عامل طبعا هذا المحتوى على كانفا. بعد كده برفعه، اترفع هنا خلاص، وهنا الغلاف. الغلاف ده انا جبته من Unsplash وكتبت عليه الكلام ده على كانفا، بقى غلاف شكله جميل جدا، ورفعته هنا. وبعد كده بقول له Launch Previewer، وده بياخد تقريبا مثلا دقيقتين ثلاثة، ماكسيمم 5 دقايق. بعد كده بيقول لك هي دي التفاصيل بتاعتك، متأكد انها صح؟ ايوه صح. بعد كده بيقول لك ان الكتاب التكلفة بتاعته بتكون $2.15، بقول له save and continue. النقطة الأخيرة، انت بتسعر الكتاب، ممكن نخليه هنا كام؟ طبعا ما يقلش عن 3.58 أبدا، وما يزيدش عن $250، ممكن نختار 5.99 يعني $6. وباجي هنا بقول له expand the distribution، وخلاص خلصت كده كل شيء. طبعا هنا لو الكتاب ده اتباع، ان شاء الله يتباع، يعمل الرويالتيز بتاعته $1.44، يعني ده هيكون مكسبك. لو اي شخص اشترى الكتاب من اي اونلاين ريتيلرز او لايبرريز او اكاديميك انستتيوشنز او اي بوك ستور اخر، هتاخد انت 25 سنت، شيء بسيط جدا ورمزي، لكن مفيش اي مشكله ان احنا ايضا نختار هذا الاختيار. اخيرا publish your paperback book، وبكده يبقى خلاص انتهينا من جميع الخطوات، شفنا مع بعض كل المراحل، والكتاب تقريبا بياخد يوم او اتنين، وبعد كده بيبقى متاح على منصة امازون. شكرا ليكم، ولا تنسوا ان الناس بالناس ومن يعني يعني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.